انا جيت فان نوم فريز اتخيل اتخيل كم كل متابعينا اجانب تخيلوا انه انتم اجانب Hello guys, now we're gonna go to swim. After that, we're gonna take a check out with hot wings. Don't forget to push subscribe and like. And the red one, push there, push. Go and push there. George Bush. It's very nice. بس هوا كتير هوا. لا جوا شو هذا ناس. هي نار. بس على الجو أخذنا هاي مشان نفوت فيها. الزرع هي اللي بتفتح لك باب الفرج. والفرج. أصلا من المسبح هلا في لقطات. بدي احاول اخذ بلاطة من محمود نحطها هلا تبعوت المسبح جوا لما طالع مثل الجيجي المشوية كنت عم بعمل ساونا من ساونا طالعين حفلانين شايفين اوكي هلا رح نسبح والمدينة رح تكون قدامنا زي هيك البحر هلا everybody we are in the It's a really light guy whatever you think نستنى هاي تصير خضرة جاهز؟ محمود جاهز؟ ورجينا شي مرة جابي هو تت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 
غرفة تجهيز النجوم. رجعنا لكم بعد المسبح، عم كمل الفلوق. صرنا بستوكهولم، بعد ما نطلع من ستوكهولم هلا رح نفتر هون بالمدينه شوي، نطلع من المسبح. مام عيساوي هون عم بكمل، كان عم صور تايم لابس ورا. فتنا على الاسبريسو هون، رح نشوف شو رح ناخذ. بعد هون رح نطلع نتفتى بالمدينه، بس الحلو فيه الديكور كثير حلو، مره مره وايد وايد جميل، صح ولا لا محمود؟ هلا والله طح. حنلعب اكس او، انا اكس ومحمود ليساوي او. اي ام او او او. يلا راح العب انا الاول. اوكي اكس، ونحط الاو، نحطها. انا كمان كان عندي خطه زمان بس هلا نسيت. مش عارف، انا راح احط الاكس. حط الاكس هون. ايوه انا بقول لك كان في خطه. يلا هون. انا راح احط لك الاكس وهون معروفه. يلا كان فيك تفوز انت على فكره، بس راحت عليك. تمام. كان ناقصه وحده. انا بلشت اول مره. والله ما بعرف. لا ما ناقصه، كانت كامله نفس الشيء. ما احلف. لا لا لحظه لحظه لحظه، بحطها هون. انت شلون زمعت تنتي؟ ما بعرف والله، ما بعرف مش فاهم. ما حدا فاز؟ ما حدا فاز على فكرة. انت كان فيك تفوز بس انت شلون زمعت تنتي؟ او ما بعرف والله، ما بعرف. طلعنا على عند الحلاق، خلصت الحلاقة كمان. شوفوا الحلاقة، طلعنا لعند هذا الشاب الحلو مهياره. شايف شايفينه قبل؟ تذكر وين؟
يا صاحبي كيف الدنيا؟ شكرا اللي دائما بسرعكم على سناب شات على انستغرام صور الشوكولا. هذا طبعا في عنده ميزه ثانيه غير الشوكولا، في عنده شوفي كمان انا المحلي يا راس يا منورين يا جماعه. فكنا عم نحكي انه بهيار دائما بحب هيك يسوي قصص، والصيف لازم نستغل الصيف السويد بالذات هون، لانه الصيف هون يعني ما بتلاقي شهر وبختفي، فحتى بالصيف وحبكش ومهيار بردان حتى رافع السحاب. فعلا لازم نستفيد من هالصيف. خلونا نكمل الفلوق ونشوف شو عايزين. اوه على الباربيكيو ايران طلعت اللحمة سيلفي والمشاوي خلفي سيلفي وابقاسي بخلفي. يلا تشيز، واحد اثنين ثلاثة. على فكرة فيديو هذا الشوية كان برا بس تحولت لجوا فورا، لأنه الطقس تغير بالسويد، بتغير بشكل مو طبيعي. شوفوا كيف راح الشمس، شايفين ما تنفي شمس، صارت غيم كتير، هذا دليل مطرة قادمة. هيك سوينا سويتش للمنزل. هذا رحنا عدنا ناكل هون أحسن من بردة برا. ما تعشينا وتغدينا، صار موعد الرحيل. شايفين هذا الزلمة في كل مكان، تحت الفلوق، فوق الفلوق، جنب الفلوق، تحت الكوع، كل مكان. شكرا لكم شو اليوم، شكرا على العزيمة الحلوة هاي، كثير استمتعنا بالشوية والقعدة والكل شيء حلو قدمتوا لنا اياه، عن جد شكرا لكم كثير كثير. وهلا صار لازم موعد الرحيل للمنزل. صحيح، صباح الخير. اعطونا هدية صغيرة، شكرا لهم، فيها شوكولاتات. هن نفسهم صاحبين كافتيريا شوكومينا اللي بيكون عندهم، فبنقول لهم شكرا على الهدية الحلوة هاي. هلا موعدهم طلع الى المنزل، السياره هنيك. لا تمروا يوم من غير ابتسامه. بحبكم كلكم، مافهم لي لاف يو اول، مافهم، وان شاء الله بشوفكم بفلوج جديد. دير بالكم حالكم. سلام. انتهى اليوم هذا الفلوج، وشفنا انبسطنا وضحكنا كثير، فتنا شفنا نعسنا، كنا تعبانين فارق ما تقول احد والله. عن جد انبسطنا كثير كثير، وكان فلوق حلو كثير. بقى حنلحق بكره اخر فلوق، رح نصوره ونشوفه اذا بدنا نلحق، اكيد رح نلحق فينا الوقت ان شاء الله. اتمنى يكون استمتعتوا بهالفيديو، انبسطت كثير كثير. اكيد ما بدي اذكركم مثل مره رابط محمود بالديسكربشن هي طويله تحت، انزلوا تحت لو هي محل حساباتهم محمود اول شيء، قناتهم ماما فاميلي، كل يفوت لعنده يحط اشتراك ويشوف الفلوق من الطرف الثاني، لانه الفلوقات تصور من الطرفين هيك وهيك، عشان ما تروح عليكم ولا نقطه. بحبكم.